يعني كويس انك تبقى داخل وانت سامع عن المادة انها وحشة ووحش في نفس الوقت. هو كويس لو انت خدت احتياطاتك، وحش بقى لو ايه؟ هي وحشة فخلاص، يعني انت واخد داخل انها وحشة خلاص انت مش هتعمل حاجة ان هي كده كده وحشة. لا، فهو من الاول عايزك تاخد بالك ان هي المادة فعلا مش صعبة وسهلة في نفس الوقت حسب انت بتعمل ايه، فانت تاخد بالك من الاول. تاخد بالك هتعمل ايه؟ انا دايما بقول لكل دفعة عامل كل مادة او كل دكتور بطريقة. ازاي بقى؟ في دكتور مثلا عايزك تفهم بس، في دكتور بيبقى عايزك تحل الشيت، يعني مثلا زي دكتور عفاف مثلا، انت لو حليت الشيت وفهمت الدنيا ماشية ازاي هتلاقي مسألة تيجي من الشيت. في دكتور عايزك تفهم بس، في دكتور عايزك تاخد بالك من النوتس اللي بيقولها في المحاضرة. فانت كل دكتور وكل مادة تفهم وعايز ايه واشتغل على هذا الاساس. المادة دي بقى عايزة ايه؟ هي عايزة حاجتين، أول حاجة تفهم البيزكس فاهمها كويس، تاني حاجة تشوف مسائل كتيرة. ليه بقى؟ لأن دي لو جات لك مسألة صعبة وأنت ما شفتهاش قبل كده وما عندكش بيزكس خالص أو مش قوي في البيزكس مش هتعرف تحط فيها قلم واحد، يعني مش هتعرف حتى تكتب سطر واحد. خلاص كده؟ فأنت تعمل إيه بقى؟ تفهم البيزكس كويس وتشوف مسائل كتيرة. خلاص؟ بحيث لو جات لك مسألة مش حاجة من الاثنين، لكن لو شفتها قبل كده هتعرف تحلها، يا تحاول ان انت تبدا من نفسك فاهم البيزكس بتاعك. المشكلة دي بتاعك بتاعك عن المحاضرة والدكتور والدكتور. ما عملتش حاجة كتير، الدكتور ما خدش غير في جروب ما خدش غير الانتروداكشن، جروب تاني وصل حد فين؟ ولا انتوا مش احنا خدنا السكشن ده خد المحاور بس. المحاور بس. خد الاوردنس والكارتيزيان والسنتيكال والسفيريكال بس كده؟ طيب انا المفروض النهارده اراجع على حاجه بسيطه جدا هي البيزكس والبيزكس والبيزكس اللي هي ايه؟ كنت بتوقع فين؟ عايز تحطوها قبل كده. هتوقع في اعدادي. جاوس؟ لا فوق شويه. هي كولمز لو. كولمز لو ده البيزكس جدا. خلاص ايه كولمز لو فاكرين؟ كولمز لو ده كان قانون بيربط حاجه بحاجه، بيربط ايه؟ ريليشن بين ايه وايه؟ ما بين الفورس والايه؟ والتشارج. في علاقه الفورس بالتشارج. حاول كده تقرا معايا وسيكشن ريفيجن وخفيف. فعادي مش مطلوب منك اي حاجه، عادي براحتك خالص. ايه ده؟ هو قانون كولمز لو بيربط الفورس ما بين ايه؟ ما بين كام تشارج؟ ما بين تو تشارج صح؟ ايه نوع التشارج دي؟ بوينت تشارج. يعني ايه بوينت تشارج؟ يعني تشارج موجوده في نقطه في نقطه صح كده؟ طب هو ليه في اصلا فورس ما بين اي تو تشارج؟ عادي يعني ده قانون ده بيزك كده ما ينفعش اقول ليه بقى ومش ليه يعني مش هنخش في ديتيل. ممكن يبقى في حد بيفسر الكلام ده في فيزيكس او حاجه زي كده، بس احنا كولمز لو بيقول لك ان اي تو تشارجز في ما بينهم ايه؟ فورس. في ما بينهم فورس. ده شبه ايه بالظبط؟ في حاجه برضه شبهها بس حاجه ثانيه، شبه الجرافيتيشن فورس. اي تو ماسز في ما بينهم فورس، بس ايه الفرق بقى؟ الماس دايما ايه؟ بوستر. لا دايما بوستر ماس، مفيش ماس بالنيجاتيف. اللي تشارج في نوعين صح؟ يا اما ايه؟ بوزيتيف تشارج يا اما نيجاتيف تشارج. الماسز دايما الفورس مالها اتراكشن. يعني ايه اتراكشن؟ يعني ده بيمشي ازاي؟ يعني لو ده ماس وده ماس فالفورس اتراكشن، يعني الاثنين عايزين ايه؟ يقربوا من بعض. خلاص؟ دايما الماسز فورس اتراكشن. التشارجز بقى ممكن يبقى كده وممكن يبقى كده، حسب ايه بقى؟ حسب نوع التشارجز صح؟ لو هما نفس النوع هما نفس النوع يبقى اتراكشن ولا ريبولشن؟ يبقى ريبولشن. يعني لو بلس بلس يبقى ريبولشن، لو نيجاتيف نيجاتيف يبقى ايه؟ ريبولشن. امتى يبقى فيها اتراكشن؟ لو ديفرنس لو هما ديفرنت ايه؟ ديفرنت تايب. خلاص؟ فاحنا هنبدا كده كل جوه هتكتب هنا على لو عندنا تو تشارجز و فالفورس اللي ما بينهم ماجنتيود الفورس ايكوالز ايه؟ فاكر القانون؟ كيو 1 كيو 2 كيو 1 كيو 2 كيو 2 على 2 باي 4 4 باي
كان ايه جي واحد الفاليو بتاعت الشورتس دي، ما الشورتس دي بتاخد فاليو، اليونت بتاعتها ايه؟ كول صح؟ وايه كيو 2؟ ده الفاليو بتاع الشورت اللي اسمها كيو 2 صح؟ وايه الاكسل دول؟ ده كونستنت بتاع الميديم اللي احنا فيه، اذا كان هواء اذا كان ميه اي حاجه. وايه ار؟ دي المسافه اللي ما بين ايه؟ ما بين كيو 1 وكيو 2 خلاص كده؟ طيب ده كده ايه ده؟ دي فورس. الفورس انتوا عارفين ان الفورس دي حاجه ايه؟ فيكتور ولا سكيلر؟ فيكتور. يعني ايه فيكتور؟ يعني ايه حاجتين؟ ماجنتيود وايه؟ دايركشن. ودايركشن خلاص؟ طبعا انتوا عارفين ان احنا دلوقتي بندرس مساله، المساله دي موجوده في الجيومتري، فالجيومتري بتاعنا بيتوصف بايه؟ بكوردينتس. كوردينتس مثلا كارتيزيان. يعني ايه كارتيزيان؟ يعني ثلاث محاور اكس واي وزد خلاص؟ فالفورس دي هيبقى ليها ماجنتيود ليها دايركشن. يعني مثلا ممكن اقول لك ان انا عندي مثلا كده مثلا اكس والواي مثلا كان 5 وانجل 30، فانا كده اعتبر دي ماجنتيود 5 والانجل بتاعه مثلا عامل 30 درجه. ممكن احلله في الاكس والواي واقول لك ده عباره عن مثلا كذا في الاكس كذا في الواي. يعني مثلا ممكن اقول لك ان ده مثلا اي حاجه مثلا 2 في الاكس و3 في الواي. يعني ايه؟ يعني كان في فورس بتشد قيمه 3 نيوتن في الاكس طب وبعض مثلا في الواي حاجه خلاص كده. طيب تعالوا نرجع لكولومز لو. طبعا القانون كيو 1 كيو 2 على فورمه اكس، وانا كاتب ماجنتيود كيو، فده هعملها ماجنتيود كيو 1 كيو 2 خلاص. انا كده بتكلم عن ماجنتيود. الدايركشن ده هنجيبه ازاي؟ لو هما نفس التايب يبقى ايه؟ اتفقنا ان هو ايه؟ ديفولشن. فالفورس هيبقى اتجاهها ازاي؟ دي هيبقى اتجاهها ازاي؟ هيبقى اتجاهها خارج بره ودي ده كده لو كان سيميلر. طيب طب لو كان ديفرنت تايب، الفورس اللي احنا حسبناها اللي هي ليها رقم دي الماجنتيود بتاعها، ده اتجاهه هيبقى ازاي؟ هيبقى اتجاهه داخل لجوه صح؟ هيبقى كده. ده كده لو كان ايه؟ ديفرنت. طيب حته بقى لو خارج لبره ولا داخل لجوه، لو احنا بنتكلم على مساله معقده يعني موجوده في 3 دايمنشن، هل ينفع اقول لك ان هو كده وداخل بزاويه كده؟ يعني هل ده هيبقى كلام بسيط؟ يعني مثلا لو عندي حاجه في دي كده اكس واي بقول لك ان انا عندي الفورس مثلا كان اتجاه كده، هل ينفع اقول لك اتجاه كده وخلاص؟ ولا لازم اوصفها في الايه؟ الاكس والواي في الكوردينتس، يعني كان في الاكس وكان في الواي وكان في الزد، يعني لازم يبقى فيه ايه؟ في ارقام او في ديريفيجنز او في حاجه زي كلنا بالارقام ده اتجاهه ازاي؟ خلاص؟ فده قانون كده سمبل انت تستعمله اللي هو انا داخل لجوه ولا خارج لبره؟ ده اول مساله سهله، يعني مثلا لو انا اديتك مساله مثلا على اكس اكسس كده مثلا واقول لك ان انا عندي مثلا هنا وكده، فالفورس خلاص انا عارف احسب الفورس بالقانون ده اللي هو بتاع الماجنتيود على طول، اقول لك في اتجاه الاكس صح؟ لان هو واضح هنا اللي هي هتبقى كده هي كده، فهي في اتجاه الاكس في اتجاه انما بقى لو مساله 3 دي او حاجه مش سهله كده، فاضطر تستعمل قانون تاني اللي هو بيشتغل بالظبط يجيب لك الاتجاه بالظبط. اللي هو ايه بقى؟ هنعرف اتجاه هنا. تعالوا بقى لسه اللي هو النوع البسيط ده كده. هناخد حاجه جنرال. تعالوا نسمي الاتجاه ده اسمه ايه؟ يو. لو النقط دي اسمها 1 والنقط دي اسمها 2 فده بقى يونت فيكتور من 1 ل 2 فاسمه يو 1 2. من هنا لهنا في برضه يونت فيكتور تاني اسمه ايه؟ يو 2 1. تعالوا بقى نفتكر كده الاستاتيكا والديناميكا اللي انتوا شفتوها في اعدادي. انا دلوقتي لو عندي نقطه دي اسمها 1 فمتعرفه بكام حاجه؟ لو هي في 3 دايمنشن متعرفه بثلاثه فاليوز اللي هي ايه؟ اكس ار 1 بتساوي اكس 1 وواي 1 وايه وزد 1. دي طريقه ممكن اكتبها بطريقه ثانيه اللي هي 3 اللي هي اكس يو اكس بلس واي يو واي بلس زد يو زد. انتوا عارفين الطريقه دي والطريقه دي صح؟ يعني دي طريقه تبيع فيكتور ودي برضه طريقه تبيع نفس الفيكتور. المهم ان النقطه دي متعرفه بالاكس بتاعتها والواي بتاعتها والزد بتاعتها. الار 2 متعرفه بكام حاجه؟ متعرفه برضه باكس 2 وواي 2 وزد 2 خلاص؟ طيب انا لو عايز اصلا احسب الفيكتور المتجه من 1 ل 2 ده اسمه ايه؟ فاكرين اسمه كان ايه؟
الفيكتور اللي هو من واحد لاثنين ده اسمه ار واحد بي، ده متجه من واحد لحد اثنين. ففي كنا بنحسبه ازاي؟ ار اثنين ناقص النقطة الأخيرة ناقص النقطة الأولانية. ار واحد اثنين بتساوي ار اثنين ناقص ار واحد. اللي هو ليه هنعملها ازاي من هنا؟ الاكس ناقص الاكس والواي ناقص الواي والزد ناقص الزد. خلاص كده؟ وده برضه يعتبر ايه؟ يعتبر فيكتور. الفيكتور ده الماجنتيود بتاعه هو ايه؟ هو الديستنس من واحد لاثنين واتجاهه هو اتجاه بارلل لايه؟ للخط ده. طب سؤال بقى، انا لو عايز اجيب الفيكتور يو واحد اثنين مش اتجاه ده ونفس الاتجاه ده؟ صح؟ ايه الفرق ما بين ده وده؟ ده يونت فيكتور، يعني الماجنتيود بتاعه واحد. خلاص؟ ازاي بقى اجيب يو واحد اثنين؟ همسك ده صح؟ وبدل ما اخلي كل واحد اثنين اخلي كل ده اخلي كل واحد. ازاي اخلي كل واحد؟ بص نقسم ده على الماجنتيود بتاع ايه؟ بتاع ار واحد اثنين. فلو انا عايز احسب كيو واحد اثنين يعني بيساوي ماجنتيود بيساوي ار واحد اثنين كفيكتور على ماجنتيود ار واحد اثنين. خلاص كده؟ ونفس الكلام لو عايز احسب ايه؟ لو عايز احسب كيو 2 1. خلاص؟ احسب الفورس ازاي بقى؟ هستعمل القانون بتاع كولومز رول اللي هو ايه؟ الاف 1 2. يعني ايه 1 2؟ يعني الفورس بتاعت كيو 1 اللي بتأثر بيها على كيو 2 بتساوي ايه بقى؟ بتساوي كيو 1 كيو 2 كيو 2 على 4 باي اكس مور ار سكوير اتجاه ايه؟ كيو 1 يو واحد يو واحد. طب لو عايز احسب اف 2 1 اف 2 1 هتبقى نفس القانون ده بس بدل ما اتجاهها يو واحد 2 هيبقى اتجاهها ايه؟ يو 2 1. خلاص كده؟ يبقى واضح القانون ده؟ يبقى انت لو عندك عايز تحسب فورس ما بين تو بوينت تشارج لو الجيومتري سهل خلاص استعمل القانون ده كماجنتيود فورس وتجيب الاتجاه ازاي؟ حسب نوع التشارج. انما لو عايز تجمع بقى بالماث او بالدريفيشن تعمل ايه؟ تستعمل القانون ده خلاص وتجيبها بالفيكتورز. طب الكيو هنا بتتحط بالاشاره ولا من غير الاشاره؟ هنا بالاشاره احنا فاضيين الاتجاه ايه؟ خارج، يعني يو واحد اثنين ده خارج صح؟ فاحنا اصلا الديفولت اللي هو ايه؟ فيلي باتشن. وفعلا بيبقى فيلي باتشن لو هما ديفرنت تايب، يعني لو بلس بلس او ماينس ماينس. فالقانون انت بتستعمل ده كده زي ما هو بالايه؟ بالاشاره. خلاص كده؟ انما انت لو بتقول داخل بالريبولشن او ريفلكشن تستعمل ايه؟ ده وتحط الابسوليوت. فاهمين ولا ايه؟ يعني اظن ما تستعملش حاجه عكس بعضها، يعني ما تحطش كيو 1 وكيو 2 وتستعمل اتراكشن والريبولشن. خلاص كده؟ يبقى انا ممكن اقول القانون ده تاني، ده قانون بيجيب لك الفورس ما بين تو تشارجز. لو انا عايز اجيب الفورس اللي على 2 نتيجه لواحد فالقانون هضرب كيو 1 في كيو 2 على 4 باي ايبسلون ار سكوير وبعدين اتجاهه هيبقى اتجاه يو 1 2 يعني خارج دايما خارج لو انا بستعمل القانون ده. ازاي احسب يو 1 2؟ اجيب الفيكتور اللي متجه من 1 2 واقسمه على ايه؟ واقسمه على الماجنتيود. خلاص؟ طب الار اللي هنا دي اجيبها ازاي؟ احسب الفيكتور اللي من 1 2 واجيب له الايه؟ ازاي بقى اجيب الماجنتيود بتاع فيكتور؟ جذر روت اكس سكوير بلس واي سكوير واي سكوير بلس زد سكوير. خلاص كده؟ حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ انا مش حاطط ابسولوت زي ما هي بالظبط. يعني مثلا لو كانت واحد كولوم والثانيه ماينس واحد كولوم تحطي واحد وماينس واحد. خلاص كده؟ حد عنده سؤال؟ طب انا ممكن ابدا بمسألة كده بسيطة نحاول نجيبها مع بعض. مسألة رقم واحد.
كده شايفين المسألة دي؟ ده مديلك اكس واي، اكس واي 2 خلاص، مديلك كام شارج؟ 3 شارج، كيو 1 وكيو 2 وكيو خلاص، مديلك البوزيشن بتاع ايه؟ بتاع كل واحد خلاص؟ مديلك البوزيشن بتاع كيو 1 وكيو 2 وكيو، بس ما ادالكش الفاليوز بتاعت ولا كيو 1 ولا كيو 2 ولا كيو 2. هو عايز ايه بقى؟ يقول لك هات الريليشن ما بين ايه وايه وايه؟ ما بين كيو 1 وكيو 2 بحيث الفورس على كيو سمول تبقى اكس، الاكس بتاعي يبقى زيرو خلاص كده؟ فهمت هو عايز ايه؟ طيب هنعمل ايه؟ نجيب الفورس بتاع كيو 1 وكيو 2. اول حاجه نحسب الفورس وبعد كده افصله نساويها بالزيرو. اكيد الفورس دي ديبندنت على ايه؟ على كيو 1 وعلى كيو 2. فاكيد لو يبقى ليها ايكويشن نساويها بزيرو نعرف نجيب ايه؟ نودي كيو 1 في طرف وكيو 2 في طرف ونجيب الايه؟ ريليشن. خلاص كده؟ طيب هنحسب الفورس اللي على كيو سمول ازاي؟ استعمل القانون اللي احنا عاملينه، دي مسألة سهلة ولا مسألة يعني استعمل القانون السهل ولا استعمل القانون بتاع الفيكتورز؟ يعني هو السهل برضه هيبقى ايه؟ هنضطر نحلل. نجيب السيتا وتعمل كوزاين سيتا وساين سيتا، فالأسهل نعمل ايه؟ نستعمل القانون بتاع الايه؟ بتاع الفيكتورز، خلاص؟ فأنا ممكن بس عشان أوضح لنفسي أبتدي أعمل اتجاهات للايه؟ للفورس. خلاص؟ طيب كيو دي هيبقى عليها كام فورس؟ اثنين فورس. اول فورس النتيجه ليه؟ كيو 1. كيو 1 انا عامل اتجاهها ازاي؟ اوصل خط من كيو 1 لكيو فين بقى اف 1؟ اف 1 هتبقى دي بره كده صح؟ خلي دي اف 1 خلاص؟ وكيو 2 انا متاثر على كيو فورس ايه؟ اف 2. اعمل اتجاهها ازاي؟ اوصل خط من كيو 2 لحد كيو كده. المفروض التوتال فورس اللي على كيو سمول ايكوالز ايه؟ اف 1 زائد اف 2. فاضل بس اجيب اف 1 بتساوي ايه؟ واجيب اف 2 بتساوي ايه؟ خلاص كده؟ تعالوا نسمي النقطة دي اسمها واحد والنقطة دي اثنين والنقطة دي هسميها كيو خلاص؟ فالمفروض اف واحد بتساوي ايه؟ قلنا احنا اف واحد ايكوالز ايه؟ احنا دلوقتي الفورس ما بين انهي تشارجز؟ ما بين دي وما بين ايه؟ بحط التو تشارجز زي ما هو ايكوالز كيو واحد كيو على 4 باي اف نوت في كيو واحد في الديستنس اللي منين لمنين؟ من هنا فين؟ في هنا اسميها ايه؟ تعالوا نسميها ار 1 كيو خلاص؟ ده فيكتور. فلو الفيكتور من هنا لهنا اسمه ار 1 كيو يبقى الار اللي هنا تحط مكانها ايه؟ ماجنتيود الايه؟ الفيكتور ده فيبقى على ماجنتيود ار 1 كيو اول سكوير واتجاهها ايه بقى؟ كيو 1 2 كيو 1 2 اللي هو ايه؟ اللي هو الفيكتور ار 1 2 على ار 1 كيو على ايه؟ على ماجنتيود الايه؟ ار 1 كيو. فالاتجاه بتاعها هيبقى في ار 1 2 كفيكتور سوري ار 1 كيو على ماجنتيود ار 1 كيو. حلو كده؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ تيجي منين الحته دي؟ ده ايه ده؟ ده الفيكتور اللي من واحد لحد ايه؟ كيو بس كيونت. عشان كده عملت له ايه؟ نورماليزيشن او قسمته على الماجنتيود خلاص. حد بقى يقول لي اف 2 هتساوي ايه؟ نفس الكلام بس هنجيب لحد ما نيجي اف 2 كيو 2 تساوي كيو 2 في كيو على 4 باي ابسل في ار 2 1 كفيكتور ولا ماجنتيود ولا ايه؟ لا ماجنتيود على ماجنتيود ار 2 كيو هول سكوير واتجاهها ايه؟ كيو 2 كيو. ايه 2 كيو دي؟ اللي هي ايه؟ اللي هي الفيكتور على الماجنتيود ار 2 كيو على ايه؟ على الماجنتيود.
طيب فاضل كده ان احنا نحسب الفيكتور ده بكام صح؟ نحسب الفيكتور ده ازاي؟ اول حاجه لازم نوصف الايه؟ الار 1 بكام والار 2 بكام والار كيوب بكام؟ ممكن على جنب هنا حد يقول لي ار 1 ايكوالز ايه؟ كام في الاكس؟ كام في الواي؟ كام في الزد؟ ار 1 اب تو يو. ار 1 اللي هو ده صح؟ الاكس بتاعته كام؟ 1 في اتجاه الاكس 2 كام في اتجاه الواي؟ 2 2 في اتجاه الواي كام في اتجاه الزد؟ 0 في اتجاه الزد وار 2 2 0 0 صح؟ طيب ار كيو 2 0 0 ار ار كيو بقى بتساوي ايه؟ ار كيو هتبقى نيجاتيف 1 1 صح؟ وبالتالي لو جاي نحسب ار 1 كيو ار 1 كيو هتساوي ايه؟ هيساوي ار كيو ماينس ار 1 اللي هو هيبقى ايه؟ هنقول ده ناقص ده فاول واحد هيبقى اللي هي الاكس هتبقى كام؟ نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 اللي هي الواي هتبقى كام؟ هتبقى نيجاتيف 1 اتجاه الزد هتبقى 0 صح؟ ولو عايز يجيب الماجنتيود بتاعها هيساوي ايه؟ هيساوي ده سكوير بلس ده سكوير اللي هو هيبقى روت روت 5 خلاص؟ طب بالنسبه لاف 2 هتبقى ايه؟ هحسب ار 2 كيو كفيكتور اللي هي هتساوي ايه؟ على طول بقى هتبقى 1 ناقص 2 اللي هي مفيش 1 ناقص 1 عايزين ار 2 كيو فتبقى ده ناقص 1 ناقص 1 ناقص 2 اللي هي ناقص 3 ناقص ده اللي هو 1 0 لو عايز احسب الماجنتيود بتاع ار 2 كيو هيساوي ده سكوير بلس ده سكوير اللي هو هيبقى كام؟ 9 1 اللي هو 10 خلاص هنعوض هنا هيدينا وهنجمع الاثنين مع بعض اف 1 واف 2 دي ستيب سهله فلو جيت عملتها هتلاقي ان اف توتال تساوي كده دول نفس النوع ولا عكس النوع؟ عكس يعني حد يقدر يقول لي
ايه بولس او ينفع في واحد يجيب ليه كام؟ يعني عشان اف اس تقسيم فانا لازم يبقوا ايه؟ عكس بعض ولا زي بعض؟ عكس بعض صح؟ يعني لو دي بلس تبقى دي ايه؟ ماينس ولا دي ماينس؟ ده منطقي ولا مش منطقي؟ منطقي جدا صح؟ ليه بقى؟ عشان دي الاثنين دول بعض دي صح؟ فاكيد لو دي بلس هتعمل ايه؟ هتزقها على اساس ان دي بلس يعني صح؟ ودي هتعمل ايه لو دي بلس؟ هتزقها برضه فيمكن اف اكس تبقى ايه؟ زيرو. عشان كده لازم يبقوا ايه؟ عكس ان هو تحس واحده تشد واحده ايه؟ تزق او واحده تزق والثانيه تشد خلاص؟ طب عشان اف واي تبقى زيرو لازم يبقوا ايه؟ زي بعض نفس النوع منطقي ولا مش منطقي؟ الفكره شنو؟ منطقي عشان هي موجوده في النص صح كده؟ فواحده المفروض بتزقها لتحت لو هما نفس النوع واحده بتزقها لتحت والثانيه هتزقها لفوق انما لو هما كانوا عكس بعض يعني يا اما الاثنين هيزقوها لفوق او الاثنين يزقوها تحت جه منين؟ جه من الاتجاه ده واضح ان دي بتزقها لتحت اهي كده ودي بتزقها لفوق اسيومنج ان هما ايه؟ نفس النوع يبقى هما عشان يخلوها الاف واي بزيرو لازم يبقوا ايه؟ نفس النوع لان هو لو عكس النوع الاثنين هيزقوها لفوق او الاثنين بتاعت فلا يمكن اف واي تبقى بزيرو خلاص كده؟ دي برضو من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تشيك بيها على الانسر بتاعتك اذا كانت صح ولا غلط. في مشكله كده في المساله دي؟ لا هي مش حاجه هي فعلا شار يا اما بتص يا اما نيجاتيف. الالكترون ذات نفسه بيبقى نيجاتيف. يعني عشان يحصل بالانس في اي اتوم لازم في بوست شار ونيجاتيف شار. في دوت في كاتم في حد عايز حاجه تاني هنا؟ حد مش فاهم حاجه او في مشكله؟ شارج بير متر اللي هي متوزعه على طول واحد
كده. طيب هو هنا عايزك تحسب الفورس على تشارج موجودة على الزد اكسس، والتشارج دي قيمتها كيو، والجنس دي اسمها قيمتها كام جوه؟ خلاص كده؟ ايه الفرق بين المسألة دي والمسألة اللي فاتت؟ في كام بوينت تشارج هنا؟ في انفينيت بوينت تشارج، صح كده؟ طب دي نحل المسألة ازاي بقى؟ ناخد اليمنت بالظبط، ممكن نحسب فورس على حته صغيره جدا، يبقى التوتال فورس هي الايه؟ الانتجريشن، صح؟ هو في الاصل لما كان عندنا تشارجز كتيره، يعني نقفل بدل المساله دي نقفل مساله ثانيه بس يعني اديتها كل التشارجز متوزعين بدل على رين، يعني بدل ما هم ديستربتد موجودين كعدد معين، مثلا 10 تشارج موجودين متوزعين متساوي على دايره. فانت بدل ساعه تعمل ايه بقى؟ تستعمل سميشن، يعني التوتال فورس يبقى الفورس انتجر دي زائد الفورس انتجر دي زائد الفورس انتجر دي زائد الفورس انتجر دي وهكذا، صح؟ هنا نفس الكلام، بس بدل ما انت بتعمل كده بتعمل ايه؟ بتعمل انتجريشن. ليه؟ عشان الفورس انتجر حته واحده بكام؟ بزيرو، صح؟ لان الحته الواحده دي صغيره جدا، فالكيو اللي في الحته دي بقد ايه؟ بزيرو، صح؟ بس هل هي ليها افكت ولا مالهاش افكت؟ ليها افكت، اللي هم قد ايه؟ انفينيتي، انفينيتي بزيرو قد ايه؟ زيرو؟ 100 حاجة ليها فاليو، ليه بقى؟ حد عارف ليه؟ ليه انفينيتي بزيرو مش بزيرو؟ ولا انفينيتي؟ دي حاجة مش معروفة. حد يعرف ليه أو فكر فيها قبل كده؟ احنا لو نزلنا الانفينيت تحت، نزلنا الانفينيت تحت بعكس بتاع يطلع صفر على صفر. ممكن اديكوا اكزامبل بسيط، لو انت عندك مثلا بقول لك انك عندك العصايه اللي هي بتتقسم 10 باور ماينس، ده تقريبا لو كاش 10 باور ماينس 60 انت تقول لي ده تقريبا اللي هو بكام يعني؟ ده 0 0.01، فده تقريبا بكام؟ 0، صح؟ طب لو قلت لك انا عندي 10 باور 51 لو هتسيبك من ده، بص ده لوحده، ده رقم مين؟ ده رقم كبير جدا، فانت ممكن تعتبره ايه؟ انفينيتي. بس هل لو انت ضربت الاثنين في دول في بعض هيدوا كام؟ 10، صح؟ ولا كبير ولا ايه؟ انفينيتي. ليه؟ عشان الانفينيتي ده اكبر من الواحد على ايه؟ على الزيرو ده، هو ده زيرو صح تقريبا زيرو وده انفينيتي صح؟ بس ضرب الاثنين في بعض ممكن يدي ايه؟ حاجه ليها دايما. خلاص كده؟ فالمهم يعني احنا هنستعمل هنا الانتجريشن. طيب اول حاجه اتفقنا هنعمل ايه؟ هنمسك حته صغيره وليكن مثلا الحته دي. الحته دي طولها قد ايه؟ دي لا مش دي اكس، دي اكس لو هي في اتجاه الاكس. هل الفيكتور ده في اتجاه الاكس؟ تعالى نسمي الحته دي ال، ده ال، وبالتالي الحته دي عباره عن ايه؟ طولها دي ال. التشارج عليها قد ايه؟ رو دي اس، خلاص كده؟ طيب التشارج دي هتعمل فورس هنا اتجاه ازاي؟ هنعمل خط، انا اوصل خط من النقطة دي لحد ايه؟ التشارج الفورس هيبقى اتجاه خارج لبص. تعالوا نسمي دايرة اسمها ايه بقى؟ كده؟ طيب الدي اف دي بتساوي ايه؟ بتساوي ايه؟ بتساوي كيو واحد في كيو اثنين على فوق واحد ار سكوير في نون ار سكوير في اتجاه ايه؟ الفيكتور ده، خلاص؟ فكيو واحد اللي هي ايه؟ اللي هي كيو طبعا ده فيكتور، كيو اثنين اللي هي رو دي ال، صح؟ على فوق باي ابسولوت نون، الار سكوير دي اللي هي ايه؟ لو الريت ده اسمه ايه؟ ده هيبقى ايه؟ ده سكوير بلس ده سكوير، فالار سكوير اللي هي هتبقى ايه؟ روت، صح؟ يبقى اتش سكوير بلس اي سكوير، بس كده كده صح ولا في حاجه ناقصه؟ لا ده فاضل الاتجاه، خلاص تعالوا نسمي الاتجاه ده ايه؟ تعالوا نسمي الاتجاه ده مثلا اي حاجه يبقى كده احنا جبنا الدي فورس، فاضل نعمل ايه؟ نعمل انتجريشن، يعني نعمل انتجريشن؟ يعني نكامل الحته دي
من هنا مثلا لحد يفضل يلف يلف لحد ما يرجع تاني خلاص كده. سؤال لو احنا بنلف ليه بيتغير؟ قبل السنتي واحنا بنلف ليه بيتغير؟ ايه الفاريبل اللي بيتغير؟ دايركشن الاكس ولا الواي ولا الزد ولا ايه؟ الاكس بيتغير الواي الواي برضه بيتغير مش النقطه دي اكس واي معينه؟ لو انا فين الاكس هيتغير والايه؟ الواي هيتغير صح؟ هل مثلا هحلها بالاكس والواي ولا هحلها بحاجه ثانيه الاقي حاجه واحده بس بتتغير؟ ممكن ايه اللي بيتغير هنا بالنسبه لكوردنت معينه احنا عارفينها؟ لو احنا بنتكلم على سلندر كوردنتس فالحاجه واحنا بنتغير هنا ايه اللي بيتغير؟ الثيتا ده اسمها فاي اسمها فاي لو احنا الثيتا دي اللي هي من زد لحد الايه؟ لحد الفيكتور انما فاي دي اللي بتقاس من الفيكتور لحد من اكس لحد الفيكتور خلاص كده؟ فاحنا لو الانجل دي اسمها فاي فاللي بيتغير هنا هي الفاي، الفاي مثلا بتتغير مثلا من 0 لحد كام؟ لحد 2 خلاص كده؟ طيب يبقى احنا واحنا بنلف على الرينج دي ايه اللي بيتغير؟ اول حاجه قلنا الفاي والفورس برضه بتتغير صح؟ ايه تاني بيتغير؟ اتجاه الفورس ايه؟ يبقى اليو اف ده ثابت وانا بلف ولا بيتغير؟ كأن النقطه كده هو عمال ايه؟ هل اجمع ايه اجمع فيكتور ما لهمش نفس الاتجاه؟ لازم احلله حاجه في اتجاه اكس وحاجه في اتجاه الواي واجمعهم. ليه بقى؟ عشان اتجاه اكس ده ثابت، هل وانا بلف في اتجاه اكس بيتغير ولا ثابت؟ دايما الاكس في الاتجاه ده ودايما الواي في الاتجاه ده، فانا لو عايز اجمع فيكتور لازم احلله الحاجات ايه؟ حاجات ثابته صح؟ يعني ما ينفعش اجمع يو اف بتصوير كده كانك بتجمع حاجتين ما لهمش علاقه ببعض. يعني انت لو عندك خمسه في يو اف واحد وسته في يو اف اثنين لو قلت لك التوتال فورس بكام؟ هل 5 زائد 6؟ لا ما ممكن اصلا يو اف 1 يبقى اتجاه اكس ويو اف 2 يبقى اتجاه واي فمجموعهم يبقى 5 زائد 5 في اكس و6 في واي خلاص كده؟ فالمفروض نعمل ايه بقى؟ نحلل الفورس دي فيها كام كومبوننت؟ اكس واي ولا اكس واي ولا اكس واي زد ولا اكس زد ولا ايه؟ ممكن نشتغل بالروب الفاي صح؟ فدي هيبقى لها كام كومبوننت بقى؟ عندنا كده لو بنتكلم عن سلندريكال عندنا يو رو يو فاي يو زد لو حاجه فيها يو زد ولا لا؟ فيها يو زد في حاجه طالعه فوق فيها يو فاي ولا ما فيهاش فاي؟ لا دي مش هيبقى فيها يو فاي عشان دي لو جيت بصيت عليها من فوق مثلا تبقى حاجه كانها كده الفورس خارجه في كومبونه في اتجاه الزد كومبونه في اتجاه الايه؟ الرو خلاص كده؟ مفيش كومبوننت هنا في اتجاه فاي، فاي ليه كده؟ طيب ده لو بنتكلم على سفنجر، لو بنتكلم بقى على كارتيزيان عندنا حاجه في اتجاه اكس وحاجه في اتجاه الواي وحاجه ايه؟ في اتجاه زد خلاص؟ طب انتوا خدتوا حاجه كده دي حاجه من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي هي اسمها ايه؟ حاجه بتوفر عليك حل مساله يعني تبقى باين انها فيها حاجه سيمتري صح؟ في سيمتري ايه بقى السيمتري اللي هنا؟ بالظبط ان انت كده كده الانشارج دي في واحده موجوده على الناحيه الثانيه صح بتعمل ايه؟ نفس الشيء بتعمل نفس الفورس بس ايه؟ عكس الاتجاه بالنسبه للايه؟ للاكس والواي يعني انت الفورس الانشارج دي لو احنا خدنا واحده شبهها هنا ابسط حاجه تعالى ناخد الاثنين يعني قدام بعض اهو مثلا تعالى ناخد دي ودي فانا لو واقف هنا دي بتعمل كده ودي بتعمل ايه؟ فدي لو جيت تحللها تبقى واحده كده واحده ايه؟ ودي واحده كده وواحده كده واضح ان دي هتبقى دايما قد دي لان الشارج اللي هنا قد الايه؟ الشارج اللي هنا والديستنس دي قد الديستنس دي بس الفرق في الاتجاه دي طالعه كده ودي طالعه كده الاثنين ليهم نفس الاكس كومبوننت بس بالعكس فده معناه ايه؟ مفيش كومبوننت معناه ان الاثنين دول الايفكت او الريزلت الاختلاف فورس هتبقى في الاتجاه ده ايه؟ الاتجاه ده طب هل ده للاثنين دول بس ولا للرينج كلها؟ فانا لو مسكت دول ولففتهم كده اي اثنين قدام بعض هيعملوا ايه؟ نفس الاسم انت عكس بعض في اتجاه الاكس والواي فكده هيبقوا الايفكت بتاع الايه؟ الفورس في اتجاه الاكس والواي فده معناه انا عارف من قبل ما ابدا كده ان الفورس التوتال ريزلتنت مالها؟ مالهاش كومبوننت غير في اتجاه ايه؟ فانا من قبل ما ابدا انا عارف ان اف قبل ما ابدا اف اكس ايكوال زيرو و اف واي ايكوال ايه؟ زيرو فانا مش محتاج احسب غير ايه؟ غير اف زد طبعا لو انت عملت انتجريشن وحليت مش واخد بالك حليت الانتجريشن هيطلع لك ايه؟
درجة زيرو. بس انت ضيعت ايه؟ وقت وستبس وانتجريشن ومجهود وحاجات كده. خلاص كده؟ طيب تعالوا بقى نحسب. انا لو عايز احسب الاف في زد، تعالوا بقى من هنا نحسب الدي اف في زد. دي اف في زد ايكوال ايه؟ امسك الماجنتيود ده واحلله في اتجاه ايه؟ اتجاه ايه؟ اتجاه الزد. الانجل دي اسمها ايه؟ دي اسمها ثيتا، صح؟ فلو الانجل دي اسمها ثيتا يبقى الفورس هي الزد. اعمل ايه؟ فاكرين القانون ده؟ ده القريب منه فاضرب في ايه؟ كوزاين الانجل، خلاص؟ فالمفروض الدي اف في زد هتبقى ايه؟ هتبقى كيو فلو في دي ال كوزاين ثيتا على 4 باي ابسلون نوت اتش سكوير بلس اي سكوير. قبل بس ما ابدا اعمل الانتجريشن لازم اخلي كل الحاجات يا اما كونستنت يا اما ايه؟ فاريبل، خلاص؟ فانا لازم الثيتا دي اشيلها احط مكانها ايه؟ حاجه، ولازم الدي ال دي اشيلها احط مكانها ايه؟ حاجه. تعالى نمسك الثيتا، الثيتا كوزاين ثيتا ايكوالز ايه؟ هي اول حاجه الثيتا تتغير مع واحنا بنلف ولا ثابته؟ ثابته، صح؟ لان البعد ده ثابت، صح؟ لو احنا عايزين نجيب المفروض دي ثيتا يبقى دي برضه اسمها ايه؟ ثيتا. في رايت انجل هنا، دي رايت انجل من هنا لهنا، صح؟ فانا عايز اجيب لاين ثيتا تبقى ايه؟ ادجيسنت على الكونس، فتبقى الاتش على الايه؟ على روت اتش سكوير بلس اي سكوير. فاول حاجه لاين ثيتا هتبقى اتش على روت اتش سكوير بلس اي سكوير. طيب تاني حاجه دي ال، دي ال ايكوالز ايه؟ الايه في الفاي؟ الدي ال هنا. تعالوا كده ندبر الحته دي، فالحته دي هتبقى كانها عامله كده. مثلا لو ده الواي وده الاكس، فاكرين ان دي حاجه كده ايه؟ دي دي ثيتا، صح؟ والحته دي اللي هي دي ال. انا عايز اجيب الدي ال از فانكشن اوف ايه؟ سوري، دي دي فاي. انا عايز اجيب الدي از فانكشن اوف ايه؟ وفي الفاريبل بتاع الانتجريشن. فدي ال ايكوالز ايه بقى؟ عارفين ان اي ثيرد اي او اي ار في القانون بتاع اللينس بتاعه بيساوي ايه؟ الريديوس في الايه؟ الانجل بتاعت الايه؟ بتاعت الارض. عشان كده لو احنا هتجيب اللينس بتاع سيركل كامله بيبقى ايه؟ 2 باي ار، عشان هي عامله ايه؟ 2 باي كامله. يبقى اللينس بتاع الخيط دي بقت ايه؟ الدي ان هيساوي يبقى الريديوس اللي هو ثابت اللي هو ايه؟ مضروب في ايه؟ دي 5، خلاص؟ وبعد كده ممكن نكتب ده بنكتبه تاني فيبقى الدي ان زد ايكوال دي هيبقى كيو فلو كوزاين ثيتا اللي هي اتش على 4 باي ابسلون نوت، خلاص؟ وده هياخد ده مع الروت اللي هو بتاع كوزاين ثيتا فيبقى اتش سكوير بلس اي سكوير باور 3 اوفر 2، خلاص؟ فاضل كده ايه؟ وفي اي بتاع دي ال من هنا وفي 5. فاضل كده اللي احنا نعمل ايه؟ نجيب اف توتال، فنعمل ايه؟ نعمل انتجريشن، صح؟ نعمل انتجريشن للايه؟ للفاي، صح؟ لان دي حاجه اللي بتتغير من كام لكام؟ من 0 ل 2 باي، خلاص؟ فهتطلع طبعا ايه؟ الفانكشن دي تعتبر ايه؟ 1 انتجريشن ال 1 بايه؟ بفاي من 0 لباي فاللي هي ايه؟ 2 باي، خلاص؟ يبقى على طول الاف زد هتساوي فاينل انسر تساوي ايه؟ من F تبقى Q رو H في A على 4 باي ابسلون نوت H سكوير بلس A سكوير أو 3 أوفر 2 في A ده في اتجاه اليوزر، خلاص كده؟ في حاجة مش واضحة؟ هتعمل فاهم؟ كوزاين ثيتا دي ايه ضربناها في ايه؟ احنا اتفقنا اللي هو الفورس دي، الفورس دي ده تعتبر فيكتور في اتجاه الاكس والواي والزد، وقلنا ان احنا عارفين ان كده كده ان التوتال فورس في اتجاه الاكس والواي بيزيد من السيمتري، ففاضل الفورس اللي في اتجاه الزد. فانا عارف ان التوتال فورس هي الفورس اللي في اتجاه الزد، فانا لو عايز اعمل حل ده اعمله تحليل في اتجاه الزد اضربه كوزاين عشان كده ضربت كوزاين الانجل. كوزاين الانجل جبته من ايه؟ عشان ده مثلث رايت انجل فجبته من الادجيسنت عدد. هتعمل سؤال؟
ايه ده؟ ما انت كده كارتيزيان كده. تقصد الانتجريشن ده؟ تقصد الفورس خالد؟ لا انت لو عايز تعمل انتجريشن على الفاي ده تعمله بدل ما هو تخليه مع الفاي تخليه مع الاكس والواي هيبقى سنجل انتجريشن مش دبل انتجريشن. هتكامل على الاكس بس هتشيل الواي جوه طيب روت اي سكوير ماينس هتعمل انتجريشن هو سنجل انتجريشن هتنتجريت على الاكس مثلا من 0 ل 8 وهتشيل اي واي جوه تحط مكانها روت اي سكوير ماينس اكس سكوير اللي هو قانون السيرك بس الانتجريشن هيبقى بالنسبه لدي اكس هيبقى رخم طبعا عشان فيه روت وحاجات خلاص يبقى ده كده الفورس اللي طلعت في الاخر طيب حد ممكن يبص للقانون ده يجيب منه سبيشال كيس او يتاكد اللي هو صح عايزين ناخد سبيشال كيس ان ان احنا واقفين بعيد جدا لو احنا واقفين بعيد جدا فلقيتش هتبقى ايه؟ طيب كبيره جدا يعني ايه كبيره جدا؟ او كبيره بالنسبه لايه؟ بالنسبه لايه؟ بالنسبه للدايمنشن بتاعت الايه؟ بتاعت الرينج صح؟ طب حد يقدر يقول لي طب الابروكسيميشن لو احنا بعيدنا جدا القانون هيبقى عامل ازاي؟ شيل حد يبص كده ويقول لي القانون هيبقى هيبقى اف اف اتش انفينيتي تساوي ايه؟ هيبقى كيو ضعف رو ضعف وبعدين اتش اتش اي باي على او باي اكس رو فين؟ ما لو اتش كبيره جدا نقدر نعملها ريفلكت ليه؟ نعمل ريفلكت ليه؟ ايه؟ ان احنا لو يا جماعه عاملين تقريبا جمعهم هيبقى نفس الايه؟ اتش سكوير اتش سكوير هو بتاعت عاملين اللي هي ايه؟ اتش باور 3 فتبقى هنا اتش باور 3 تسليم من هنا طاير ايه؟ او الواحد ده طاير واحد من هنا فيبقى كان القانون في الاخر ايه؟ كيو باي 2 باي اي رو ال على 4 باي اف رو اتش سكوير حد يقدر يقول ايه القانون ده؟ بالظبط ده كولوم فلو صح؟ طيب ليه كولوم فلو؟ فين كيو واحد؟ اللي هي كيو دي فين كيو اثنين؟ ازاي يعني؟ ازاي كيو اثنين ازاي؟ التوتال تشارج اللي موجوده على ايه؟ على ايه؟ صح؟ لان الدنس دي هنا فوق التوتال تشارج اللي موجوده على كل دي عباره عن ايه؟ عباره عن رو ال مكتوبه في اللينك كله اللي هو 2 باي ايه؟ صح؟ وايه ده؟ الاتش اللي هي المسافه من هنا لحد ايه؟ اللي هي ما بين الكرو تشارجز. طب ليه لما بعدنا قوي القانون بقى فين كله في لوك؟ بالظبط انت لما بتبعد قوي اكن الرينج اللي هي كبيره دي التشارج دي شايفاها ايه؟ شايفاها كانها حاجه صغيره. زي بالظبط لو انت واقف بعيد بقى من ضرب بقول لك القلم ده تبقى شايفه ايه؟ شايفه نقطه. زي الشمس انت بتشوفها من هنا من الارض قد ايه؟ قد كده صغيره جدا معناها قد ايه؟ كبيره جدا صح؟ هي نفس الكلام الشارج دي لو انت بعيد قوي تبقى شايفها كلها على كانه بوينت شارج. انت ممكن تستعمل كل الدروع هتكون من غير ايه؟ من غير ما تعمل الكلام ده. خلاص كده؟ حد عنده سؤال في المساله دي؟ حد عنده سؤال؟ هو ليه الشارج ازاي بقى؟ زي كده ديسك سلندريكال او سيركلر
بس في النص مجاور النص خلاص. الريدياس ده بي والريدياس ده ار. فاحنا عايزين نحسب لك ايه الفرق بين الاكتيف فيلد والفورس. ايه الفرق؟ الاكتيف فيلد هو ايه؟ بنعمل نورماليزيشن او بنقسم على فوق على التشارج اللي احنا بنحسب الايه؟ الفورس عليها. لكن في معناه هو لو كان في تشارج هنا الفورس كان هيبقى اتجاهها ازاي؟ او هي دي فورس على يونت ايه؟ على يونت تشارج. خلاص كده؟ طيب لو احنا عايزين نحسب الالكتريك فيلد هنا اكن في تشارج هنا بكام؟ ب1 كولوم. اعتبر انها موجوده يعني هي مش موجوده بس اعتبر انها مش خلاص. احنا هنعمل فيكتور واصل من هنا لهنا واتجاه الفورس اللي هو اتجاه الالكتريك فيلد نفس كل القوانين بس شيل الايه؟ شو اللي احنا بنحسب الفورس هنحطها في واحد. خلاص كده؟ طيب حد يقدر يقول لي ايه اللي بيتغير هنا على الديسك ده؟ كده هنعمل انتجريشن صح؟ لان التشارج متوزعه على سيرفس. هنعمل انتجريشن بقى لايه وايه؟ ايه يا سيدي؟ ايه ده؟ الار ايه؟ زي ما سالت فاتت بس دي ديسك مش هنعمل على مساحة. على مساحة مساحة. أول حاجة هنكمل على مساحة صح؟ يعني هنكمل على النقطة اللي موجودة على الحتة دي اللي هي بتعمل مساحة. مش بتعمل كور زي صح؟ لو جينا نوصفها بالبوينت كارتيزيان مثلا إيه اللي بيتغير على المساحة؟ الإكس والواي. الإكس والواي. صح؟ زي ما بتتغيرش زي ثابتة. ولو إحنا شغالين سلندر كده إيه اللي بيتغير؟ الرو الرو والفاي صح؟ فيا إما نعمل بالنسبة ليه وإيه؟ اكس واي اما روفاي طبعا الاسهل مين؟ روفاي صح؟ لان الاكس والواي هتختار اللي انت تيجي عند النقطه دي الانتجريشن ذات نفسه الواي منين لمنين؟ مش ثابت بيعتمد على الايه؟ على الانتجريشن على طول بتاع روت اي سكوير ماينس اكس سكوير. انما لو احنا عملناها من ار وفاي الار منين لمنين؟ من في لحد ار كابيتال من فاي من زيرو لتو فاي. انما لو انت عملتها من اكس والواي الاكس منين لمنين؟ تعالى نقول الاكس من 0 من مثلا من هنا من ار لحد ايه؟ من بي لحد ار والواي تعتمد على الاكس اللي هي الليمت بتاع الايه؟ الانتجريشن اللي انت بتحب بالنسبه له هتبقى مثلا مش سهله عشان ايه ده؟ مش فاهم مش فاهم هو في اكس واي ايه اللي لو انت بتعمل انتجريشن بالنسبه لاكس والواي هتعمل الاكس منين لمنين؟ الاكس هنا تعالى مثلا ابسط حاجه سيرفيس كامل فالاكس بتتغير من اللي واحنا بنكتب ضغط السيرفس ده في الموديل. انا مثلا نتكلم بالتفصيل نقول انها ربع دايره. فالاكس هنا من اللي من زيرو لحد ايه؟ صح؟ الواي بقى على حسب الواي هتتغير من هنا اللي هي كده ايه بقى؟ اكس سكوير اكس سكوير اكس سكوير ماينس اكس. الانتجريشن هيبقى جواه يعتمد على الايه؟ الليمتس بتاعت الفاريبل التاني. او الانتجريشن هيبقى عموما ريتم يعني من غير ما اخش في التفاصيل. لو انت حاولت تكتبه وتجيبه هتلاقي ريتم. فاهمني؟ تعالوا نرجع تاني هنا هنعمل انتجريشن بالنسبه ار وبالنسبه لرو وبالنسبه لفاي. تعالوا نجيب اتجاه الفورس تعالوا نمسك حته صغيره الحته الصغيره ناخدها جنرال. يعني ايه جنرال؟ هاخد نقطه جنرال هنا مثلا صح؟ سي مثلا النقطه دي على بعد رو انا جنرال وعامل انجل ايه؟ فاي. بحسب الالكتريك فيلد نتيجه للايه؟ الحته الصغيره دي الاتجاه كده دي خلاص كده. طيب لو انا عايز احسب الدي كيو اللي هنا دي كيو بتساوي ايه؟ بتساوي الرو سيرفيس مضروب في الاريا دي ايه؟ طب الاريا اللي هي قد ايه؟ هي لا خلوه محفوظ بس انت مش لازم تحفظها. انا بص لحد دلوقتي بستنتجه ازاي بستنتجه؟ ده ايه ده؟ ديسك. فالفاريشن فيه ايه؟ في الفاي والايه؟ والرو. احنا لو عملنا كده فاريشن في الفاي يبقى عامل ازاي؟ حاجه كده يعني دي فاي صح؟ فاريشن في الار يبقى عامل ازاي؟ حاجه كده اهي دي رو دي دي فاي. لو احنا قليلين قوي ده تقريبا هيبقى ايه؟
مستطيل صح؟ الطول ده طوله قد ايه؟ دي 4 اللي هو رو دي 5 عمود الارض الحته دي طولها قد ايه؟ دي رو يبقى الاريا دي قد ايه؟ رو دي رو دي 5 خلاص كده؟ فدي ايه اللي هي هتبقى رو دي رو طيب واحنا بنلف على الديسك ده ايه اللي بيتغير؟ اتجاه اللف فيه ماله؟ بيتغير زي المساله اللي فاتت فيه سيمتري يعني ايه؟ يعني اي نقطه هنا اكيد قدامها دي نقطه ايه؟ بتعمل نفس الفورس بس اللف فيه بدل ما هو طلع في الاكس والواي كده عكس الايه؟ الاكس والواي تانيين. وبالتالي انا قبل ما ابدا عارف ان اللف فيه ده هيبقى كله في اتجاه ايه؟ كله في اتجاه الزد. خلاص كده؟ فانا ممكن من قبل ما ابدا نعمل زي المسألة اللي فاتت نحسب الانجل دي اللي هي اسمها ايه؟ ثيتا صح؟ ونحسب كوزاين ثيتا اللي هي هتبقى ايه بقى؟ الادجيسنت على الهيدرو خلاص تعالى نكتب قانون لاك فيد هنا لاك فيد ممكن نحسب دي اي ده ايكوال ايه؟ طبعا دي عند الضرب واحد فهي هتساوي دي كيو اللي هي رو سيرفيس رو دي رو دي 5 على ايه؟ 4 باي ابسلون روت روت الاتش سكوير بلس رو سكوير كل ده سكوير اتفقنا ان احنا في كومبوننت بس في اتجاه الزد فهنضرب في ايه؟ كوزاين ثيتا كوزاين ثيتا اللي هي الادجيسنت على الهايبوتنس الادجيسنت اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ ايه؟ زيرو سيرفيس ده رو سيرفيس دي رو سيرفيس تشارج دينستي ايه ده؟ عايز اسميه مكان تاني بقى ممكن نسمي ده رو داش هي رو ريجس رو برضه دينستي خلاص انا بحط زي حاجه تحت كده تقول لي ده ايه خلاص كده طبعا لو انت بتتلخبط سمي ده مثلا اي حاجه ار كابيتال او ممكن ار لان كده كده الار هنا الار بتاعت الفيرجس بس مفيش فعلا تستعمله لان هنا كده كده مفيش ار خلاص كوزاين ثيتا اللي هي هتبقى ايه؟ دي ثيتا دي ثيتا هتبقى الاديشن الاي اللي هو الاتش على اتش على الهيبوتنس اللي هو روت اتش سكوير بلس روت سكوير خلاص دي كده اللي هي كوزاين ثيتا روم خلاص فاضل كده اللي احنا نعمل انتجريشن للرو من زيرو لحد من بي لحد ار كابيتال والفاي من زيرو لحد باي خلاص فيبقى اي زد هيساوي دبل انتجريشن من رو equals d لحد r capital من phi equals 0 لحد 2y رو سيرفيس احط كل الحاجات في كونستنت هنا رو سيرفيس h على 4y ابسولوت نوت مضروبه رو زيرو من phi على h سكوير ممكن طبعا نطلعها بره ازاي بقى احسب الانتجريشن ده؟ بالنسبه لفاي هل سهل ولا صعب؟ بالنسبه لفاي سهل عشان اشتقيته جوه بالنسبه لفاي سهل بالنسبه لفاي كده كده مفيش فاي هنا صح؟ فالانتجريشن مع فاي هيبقى ايه؟ باي فاضل كده الانتجريشن مع الرو سهل ولا صعب؟ سهل والله عشان مش هتقول ازاي بقى؟ هل ده ليه حل ولا ملوش حل؟ ليه حل يبقى طبعا ممكن نحطها في الفورم اللي هي بتاعت ايه الفورم اللي انتوا عارفين الفورم ايه؟ ده انتجريشن لحاجه في الايه؟ في المشتقة بتاعتها اللي هي بتدي ايه؟ حاجة بنعمل ايه؟ بنزود الباور واحد بنقسم على الباور الجديد بس المشكلة ان الفاضل بتاع دي كام؟ ممكن نحط اثنين نفس مع اثنين فيبقى الانتجريشن ده ايه دي؟ هيجي ادي النص اهو نحط الكونستنت زي ما هو
الانتجريشن مع فاي هيس تو باي، والانتجريشن مع الرو هنعمل ايه؟ نزود الباور واحد ونقسم على الباور القديم، فده الباور هنا كام؟ ماينس 3 فور 2. خلاص احنا لازم نرفعه فوق، نزود واحد يبقى ماينس نص اللي هو 1 على روت، فكان ده هيبقى اتش سكوير بلس 2 سكوير باور ماينس نص، ونقسم على الباور الجديد اللي هو ماينس نص 2 من مين؟ من دي لحد ار كابيتال. ممكن نطير النص ده مع النص ده، والماينس ده ممكن نقل دي ليميت ليه؟ انتجريشن، هنخلي ده هنا وده هنا. خلاص الاخر الحل هيبقى Z equal to surface H على 4 by ده هيبقى 1 Oh, yes, result. Oh,
بقى؟ بيتش احنا هناخدها من هنا تطلع من تحت تروح بايه؟ بيتش هتطير ليه؟ بيتش اللي هنا يبقى ايه بقى؟ 1 اوفر روت 1 بلس 3 سكوير ماينس 1 اوفر روت 1 ماينس 1 بلس ار بعدين بقى لو حطينا اتش كبيرة ده يبقى 0 وده 0 فيبقى 1 ماينس 1 احنا في 0 وده منطقي صح ليه منطقي؟ الفرصة اللي انت لما بتبعد قوي الفرصة تبقى ايه؟ صغيرة لا صح بس احنا عايزين اكسبريشن مش عايزين فاليو لكن لازم تبقى ديبندنت على ايه؟ على باور اللي انتوا عملتوه اسمه فيرست ابروكسيميشن عايزين نجيب سكند ابروكسيميشن انت اهملت اعتبرت الار او الاتش كبيرة جدا 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 جدا, جداً, جداً طبيعي لما تتبنى كبيره جدا 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 لكن في اللي بعيد صح؟ يعني دي ناخد الترم اللي هو ايه؟ اسبوع اللي هو بعد خلاص هتتكلم بالظبط كده فاهم ليه؟ بالباينوميال خلاص؟ دي اكنها ايه؟ 1 دي روت 1 بلس اكس ممكن تزيد اكس مالها صغيره جدا صح؟ لو اكس صغيره جدا 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 تبقى في واحد صغيره قوي هتبقى ايه؟ هتبقى كانها واحد ماينس ايه؟ x سكوير صح دي x سكوير بس في ماينس نص فاحنا لو عملنا ابروكسيميشن دي هتبقى رو سيرفيس باي 4 باي اكس ريموت دي هتبقى 1 ماينس v على h سكوير نص دي هتبقى ماينس ايه؟ 1 ماينس مسح حلال r اتش اول سكوير فين؟ طبعا في ترمات بعد كده صح؟ لو انت عايز الابروكسيميشن يبقى ايه؟ اضبط واضبط واضبط صح كده؟ بس احنا هنكتفي بالايه؟ بالترم ده كفيرست ابروكسيميشن او سكند ابروكسيميشن فال1 ده هيطير الايه؟ ال1 ده صح؟ ففي الاخر الطلوع هيبقى ايه؟ هيبقى رو سيرفيس ال2 هتطير ال1 هيطير ال1 اللي هنا هتطير الكل هنا يبقى ايه باي ار سكوير ماينس بي سكوير كل ده على 4 باي اكس نوت اتش سكوير بعد كده بيقول ايه ده؟ ده كورنت لوب صح؟ ايه فين ايه دي؟ او سيرفيس بار سكوير ماينس بي سكوير ده الايه؟ ده التوتال تشارج بتاعت الايه؟ بتاعت الديسك خلاص؟ وايه اتش سكوير بتاعت الايه؟ دي المسافة ما بين النقطة اللي أنا واقف عندها وما بين الإيه؟ ما بين